ما أحب محب إلا سعى بأفعاله أو بهمته أو بأمانيه أو باعترافه بالعجز عن الصعود للأعالي التي ارتفع المحبوب إليها. مفردات المحبة لا تحدث أثرها لخاصية فيها، وإنما لصدق الناطق بها وبالتطابق بين أقواله وأفعاله. المحب زاعم مدع يتعين عليه الإثبات بالبينة أو بالمسكنة أو بالسكينة التامة أو بالاهتياج الأهوج، باليمين الصادقة أو بصدق الحال، بالميل مع الهوى أو بهذا الاستغناء عن السوى. برهان الحب له ألف طريق، وليس الاستدلال عليه شكل بعينه. من لم يحتمل أحوال الحب فلا قبل له باحتمال مقامات العشق. الحب سماوي بطبعه، لأنه يعلو بالمحبوب عن حيزه الأرضي فيصل به إلى أسمى مدى. أما العشق فهو طريق أرضي يوصل بالغوص فيه إلى أعلى عليين. قد يهدي المحب لمحبوبه زهرة تصل بها الرسالة، وقد تصل بإهدائه قصرا أو قصيدة، أرضا أو أفقا سماويا، قنطارا من ذهب أو نظرة هيام تغني المنظور إليه عن النظر إلى غير الناظر. جوهر الحب واحد، أما وجوهه وتجلياته القوس قزحية فهي متعددة بحسب تفاوت الأزمنة والأمكنة ومرام الكلام. فقد يبوح المحب للمحبوب بأحواله قائلا يا قاتلي، وقد يعبر عن الحال ذاته بقوله له يا حياتي. فالمهم هو فحوى الكلام لا شكله. ولهذا قال البلغاء العرفاء لما امتدت الرؤية ضاقت عن الوصف العبارة.